رأيك ايه في الكورة بتاعت ضربة الجزاء؟ انا عارف ان حضرتك سألت اكتر من حكم. انا سألت 3 حكام، انا بسأل باستمرار. ايه كل بقى؟ واحد قال لي رأيي. انا سمعت الكابتن وشفت كابتن شناوي قال ان هي ضربة جزاء، جبت الكابتن جاي الجريش قال مش ضربة جزاء. ايوه انا سألت 3 حكام. 3 حكام مش هقول يعني قالوا لي ايه، لكن انا لان انا دايما بسأل. انا مش خبير تحكيم يعني ما اقدرش ابقى. مش هتقول لنا قالوا لك ايه؟ لا سر ولا لا لا على فكره اختلفوا ضربه جزاء. بص بقى، والله واحد منهم قال لي ضربه جزاء، واحد تاني قال لي ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش، واحد تالت قال لي لا مش ضربه جزاء. ما شاء الله. وحكام كبار يعني. حكام كبار. فبعدين انا ما اقدر يعني انا بعذر الحكام، بعذرهم جدا. ايوه، لان الحكم هو الانسان الوحيد في الزمن ده وبالسرعه دي يقول لك انا مش عارف. مش عارف اقول ايه. احنا قاعدين بنعيد ونقلب ومش عارف، والفار بقى بيورينا، ومع ذلك الفار كمان يعني بنعترض عليه. مش على بتاع الوسط. ماشي. انما حكم النهارده امر الدولة. امر الدولة. يعني هو في الاول مش ما حسبهاش ضربة جزاء. ما حسبهاش. بعدين رجع للفار. الفار راح موديه الدائري، وبعدين راح مطلعه على المحور طبعا، لانه لمسه اليد بتاعت بيرسي تاو، وبعدين راح واخده بقى مفسحه وبيكمل على الدائري، وبعدين طلع بيه على المحور فخلاه. طبعا. في ضغط على الحكام رهيب رهيب من الاعلام ومن السوشيال ميديا، ضغط جبار. بصراحه يعني يعني انا بعذرهم، لان قراراتهم بتبقى بعدين مش الاعلام بس، يعني ادارات الانديه والمدربين والمديرين وكله، يعني كله بيضغط عليهم ضغط رهيب يعني.